كلمتي بمناسبة انتخاب الابن الشاب المهندس عبد العزيز مدني سليمان الأحمدي عضو في الغرفة التجارية بالمدينة المنورة. والحقيقة أنا سعدت جدا وسررت بكلمة مختصرة وارتجالية من الابن المهندس عبد العزيز، حيث قال بأنني فوزي الكبير بهذا الحضور المشرف من الأبناء العم والأصدقاء وأهالي طيبة الطيبة. وهذه الحقيقة لا تصدر من فراغ إلا من رجل عنده رؤية وفكر جيد. فأنا الحقيقة هذه الكلمة اللي قالها أصغت عليها بيتين من الشعر نيابة عنه. عبد العزيز يقول: يا تاج راسي يا ربعي اللي في المواقف تبينون، انتم لنا مثل الجبال الرواسي، وتشريفكم لي بهالفوز مضمون. الفوز تشريفي بربعي وناسي، وفوز التجارة بعدها عندي هون. الحقيقة كلنا عبد العزيز ونتمنى له الفوز، ونتمنى له الفوز في الحياة والتوفيق في الحياة العملية، وأن يكون بار بوالديه. وهذه الحقيقة أول نقطة في حياته وحياة والده، برهم بوالديهم، وهذا التوفيق الحقيقي. ونسأل الله للجميع التوفيق، وشكرا شكرا شكرا على حضور المشرف، وبارك الله في الجميع.